بيوت قدماء المصريين أو ما تبقى منها من آثار، كان يقولوا بالطوب الني، كانوا بيبنوا بالطوب الني من طمي النيل. دي كانت منازلهم. طبعا كان في نظرية بتقول لك اشمعنا المعابد الأهرامات بقت وبيوت القدماء المصريين ولا بيت باقي؟ دي أطلال بيوتهم. هل معنى كده إن كان كله بيبني بالطوب الني؟ الأغلبية بالطوب الني لأنها مادة متوافرة، مادة متوافرة، طمي النيل مع شوية قش يعمل بيه طوب، وكان بيبني بيه أسوار حول المعابد عملاقة كده عرضها 3 و4 متر و5 متر. شوف الزجزاج بتاع البيوت. القدماء المصريين لما بنوا الأهرامات، الأهرامات ده درجات في الأعلى من حيث الجودة ومن حيث الوقت ومن حيث المساحة والارتفاع، والمقابر كذلك درجات، في درجات الملوك والملكات والوقت اللي تم استخراجه والفلوس اللي تم الصرف عليها وإمكانية الملك أو الحاكم الإقليم أو الأمير إلى آخره. وكذلك البيوت، البيوت برضو هتبقى درجات، في بيوت من الأغلبية للطوب الني زي ما احنا شايفين كده. السور اللي في الخلفية دي معبد هابو اللي في نهاية الصورة، سور معبد هابو بالطوب اللبن، دي بيوت القدماء المصريين. إذا لابد إن يكون في بيوت مبنية بالحجر. حكاية إن عدم وجود بيوت غير مبنية بالحجر دي مسألة فيها استخفاف برأي أو بعقول القدماء المصريين، وإحنا متفقين إنها عقول جبارة، يعني وصلت إلى درجة مرحلة من الحضارة. فكون يسيبوا بيوتهم كلها بالطوب اللبن وبعد كده يجرفها السيل ويعيدوا بنائها، ده كلام غير منطقي. لابد أن يكون هناك بيوت مبنية بالحجارة وكانت ممكن تصمد. طب ليه مش لاقيين ولا بيت؟ الإجابة بسيطة جدا، تم هدمها، تم هدمها عمدا واستغلالها وفكها إلى آخره. دي مسألة معروفة، إنما كون إنه هو يعمل في كل حاجة درجات، تيجي عند البيوت يقول يبقى حتى بيت الملك بالطوب اللبن، لا طبعا مستحيل يكون بيت الملك كده، يبقى استخفاف، يبقى قاعد هو في بيت زي بيوت الطوب اللبن زي اللي احنا شايفينه ده كده، ما تبقى من آثار وروح يعمل الأهرامات، لا طبعا كلام يعني ايه في استخفاف يعني غير مقبول. فبالتالي ايوه كان في بيوت بالحجاره وبالبناء الشاهق وكله. طب ايه اللي حصل؟ تم هدمها لانها كانت في وسط الاهالي. اللي حافظ الاهرامات صعوبه هدمها، اللي حافظ المقابر نحتها داخل الصخور هو ده اللي حافظها، انما لما يبقى بيت في وسط مدينه ولا القصر بتاع الملك، لا اول حاجه بيتم نهبه وحرقه وتفكيكه دفع على عشرات السنين بعد كده. لا، يبقى الرأي الراجح ان الايوه بيوت القدماء المصريين ادمنت بكافة الانواع، بالطوب الني وبالحجارة وقصور شاهقة تتحدى الزمن، لكن تم هدمها عمدا مع مر السنين. شكرا لكل المتابعين من امام نماذج بيوت القدماء المصريين بالقرن البر الغربي بالأقصر. عارف يوسف 11/2/2022.